لأن أنا لأول مرة في واقع الحال بعد سنين أذهب إلى الحج أشوف هناك نظرة جديدة بالنسبة للناس على حال في مكة والمدينة، أنه أنتم مسلمون وأنتم كذا إخواننا في الدين إخواننا في الإنسانية. هذا تفكير جديد، هذا تفكير مهم، هذا تفكير مهم، وهي نقلة مهمة، ولا بد أن تسود هذه الفكرة، لا بد أن يسود هذه الموجة، موجة التعايش السلمي مع الحوار مع الأي. نعم أنا عندي تحفظات على بعض العقائد، عندي تحفظات على بعض الأفكار، عندي تحفظات على بعض الأنظار، جيد، أقعد تعالوا تعالوا. القرآن عنده بحث على حال خطاب التحاور والمناقشة والكلام، تعالوا. كل واحد يدعو إلى نفسه، يدعو إلى مذهبه، يدعو إلى فكرة، ولكن بالعقلنة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما التزنديق وأنت كافر وأنت كذا وأنت تذبح وأنت تقتل، هذا من أين هذا؟ هذا تفكير أموي على حال تدميري، لم يبق للإسلام باقي إنصافاً.